النهار بيحصل معايا للتعليق الاستاذ محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يعني المسرحيه قريت مقال الاستاذ ايمن بدره فشعرت بالحزن الشديد على انه هناك حاله من التسيب بتؤدي الى عرض مسرحيه بهذا الشكل بتهين الجيش المصري في نادي عريق زي نادي الصيد. بص الحقيقه انا مش عاوز اظلم الاخ العزيز ايمن بدره، يمكن ايمن بدره ما كانش عنده المعلومه ان هذه المسرحيه اوريدي كانت على في عرضت مركز ثقافه الانفوشي في اسكندريه سنه 2016، احتمال ما كانش عنده هذه المعلومه. طبعا بدون شك كانت هذه المسرحيه عرضت في قصر ثقافه الانفوشي، فبدون شك ان هي يعني كانت تحت الرقابه من ناس كثيره، اذا ما فيش فيما يستدعي ان 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 كل هذا الكلام. نمره اثنين، انا ما احبش حد لا زاد على اعضائنا ولا على مجلسنا ولا حاجه، احنا لنا احترامنا لبلدنا الشديد واحترامنا لجيشنا واحترامنا لشرطتنا، واحنا ناس يعني نعرف الاصول. ولكن انا مش بلوم ايمن الصراحه الصديق العزيز، انا بقول هو بس ما عرفش ان هي كانت عرضه. يا استاذ محسن بعد اذن حضرتك، يعني معلش تتحمل النقاش وصدرك يتسع، يعني انا سالت حضرتك نادي الصيد كنادي وحضرتك رئيس النادي، اتعرضت المسرحيه حتى لو كان الانفوشي وزاره الثقافه اي جهه وافقت على عرضها ورقابه ما تحتويه المسرحيه من الكلام بنص بين قوسين اتقال كلام غير مقبول، وانا لا ازايد على وطنيتك او اعضاء النادي كلكم محترمين، انا بسال حضرتك كوطني مصري رئيس نادي كبير، هذه المسرحيه انت اتفرجت عليها الاول؟ الحقيقه انا شفت جزء صغير مش كبير. هل انت راضي عنه؟ بس انا عارف الحقيقه، يعني الموضوع ده اصلا من سنه 85، فالموضوع معروف اساسا لكل الناس، يعني عارفين القصه كلها كلنا. الحقيقه انا الفتره اللي قعدتها انا ما شفتش حاجه اساءت للجيش الحقيقه الصراحه، ولا للشرطه، وانا قاعد اتفرجت على الحقيقه ثلث ساعه، لكن عندي اجتماع بعد كده مجلس اداره، فما شفتش معظم المسرحيه. الحقيقه يعني لازم اعترف بهذا. لكن الحقيقه اللي انا بقوله يعني الضغط عليها كتير جدا على هذه المسرحيه، وانا بعيد تاني وبزيد بقول انها عرضت في حته يعني تبع الدوله، فاهم قصدي؟ فانا مش شايف ان 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 ان, إن الدوله هتعرض حاجه زي كده ويكون لهم مرفوضات عليها، وما كانتش تمنع من اياميها او لا تعرض اساسا. اتعرضت في وسط 156 مسرحيه في الاسكندريه، واختاروا 11 مسرحيه منهم هذه المسرحيه. طيب انا على فكره محسن بيه، انا امامي نصوص والله، وارجو انه وانا بعد الهوا ممكن اكلم حضرتك، انا اخجل ان انا اعرضها على حضرتك او اقولها قدام الناس، لانه فيها اهانه حقيقيه وواضحه للجيش المصري. انا مش بزايد، وانا يعني للاسف انا عندي ملفات اخرى اهم، لكن انا كنت عايز اسال حضرتك، يعني ارجو ان الموضوع يلقى اهتمام، لانه حتى لو كان في قصر ثقافه الانفوش اتعرض او في اي نادي اخر فهذا لا يبرئ ان في اخطاء. الناس اللي موجودين هناك مش ملائكه، وحتى لو كان في رقابه، حتى لو وزير الثقافه شافها فهو مخطئ. انا بقول احنا اولاد النهارده، خلينا نشوفها وخلينا ايجابيين. انا حضرتك اساسا انا وقفت المسرحيه، بس عادتك عارف انت وقفت المسرحيه. وقفتها، انا بقول لك بصراحه، يعني تفهم ازاي انا وقفتها؟ علشان مش عاوز ان يعني حد يقول ان احنا يعني بنتصرف تصرفات مش مظبوطه. انا وقفتها اول، لان الحقيقه لما سمعت شويه تعليقات كده قلت افضل ان اوقف المسرحيه، وقفتها اديت امر بوقفها وانتهى الموضوع. يعني شكرا محسن بيه.